وفاتها ما كان فيها شبهة جنائية، لكن شو في جناية أكبر من إنه تموت بالشكل اللي هي ماتت فيه مع هذا القلب الفارغ والممتلئ أيضا في نفس الوقت، قلب الفارغ بالحنين. صراحة تلقيت الخبر، أنا أول من تلقى الخبر من إخواني للأمانة، وكان شيء جدا مفجع لي. كانت ردود فعل الناس كبيرة جدا، تلقينا تعازي من جميع أنحاء العالم على كل وسائل التواصل الاجتماعي، من ناس نعرفهم من ناس ما نعرفهم، ونحن لين اليوم ما ننسى الجنازة المهيبة اللي شيعت الجثمان. تسامح كأنها لم تغضب، تتراجع في الخطأ، تعتذر لمن تحب، وتتغافل عند الأذى، وتحمل الكثير من الحب لمن حولها. موجع رحيل آلاء، موجع رحيل هذه النفس الطيبة.